وقع واحد المشكل الدريه بنتي وقع لها في ليتيا واحد كانت مشات تمايا تجيب الورقه ديال الغياب ديالها وكان واحد الاستاذ بغى يستغلها للجلس ايوا دابزت معاه شد لها مني ديالها ولكن دابزت معاه وخرجت هربت ايوا الحمد لله كنشكروا بعدا ملي هربت هي كنشكروا بعدا الحمد لله مشات ديكلارات عند لابوليس ودات شكايه للوكيل العام محكمه الاستئناف اللي كنشكروه كنعرفوا حنا في مدينه اكادير وفي مدينه زكان بالرجوله ديالو بالنعمه ديالو بكل شيء المسائل ديالو الله يحفظه من هذا المنبر اللي كنذكر معاه لانه راجل معقول كنعرفوه بزاف ماشي شويه بالجديه ديالو بالاخلاص اعطى التعليمات ديالو مع النائب ديالو اللي قال لي السميه ديالو السي حجوج تا هو سي عبد الاله اعطى التعليمات ديالو صارمه في الوقت النهار اللي مشات فيه النهار اللي عطى التعليمات مشاو جابوا هذاك الاخ قدموا هذاك الاستاذ قدموه للمحكمه دابا راه معتقل واش غادي نقول لكم انا وكنشكر الصحافه نشكر الصحافه بزاف دابا نشكر رجال الشرطه والشرطه القضائيه بزاف هي اللي دارت معاه البحث ويا وفي الاعتراف ديالو ولكن ملي جينا نسرو كيقول لك مريض مسكين اش غادي نقولوا وعنده الوليدات وعنده المسائل كل شيء وعنده شي خواتات ديالو الله يعمرها دار ومراته الله يعمرها دار جاو كيطلبوا جا كيزاوقوا هاد البنت عندنا الحمد لله ما متوشياش ما وقع ليها بعد الحمد لله واخا تشوكات شويه كنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يشوف من حالها واش غادي نقول لكم لانه اللي عنده الوليدات هو هذا لانه كيقول لك فيه فيس خصو يداوى هذاك السيد مسكين والله كاين فوق منا لانه على حق دوك الوليدات اللي غيبقاو متشردين شتهم بعينيا وشتهم وكل شيء بقاو فيا انا بكيت ملي شفت مراته كتبكي ووليداته واخواتاته مساكن كل شيء بانهم ضامين معنا حنا كاع مدينه اسفي لا صحافه ولا ناس ولا كل شيء ما بغاوش هذه المساله لانه انت عندي انا بنتي وانت عندك بنتك ولا عندي بنت تقرا ويتلقى ليها هو اسمو ولكن اش غادي نقول لكم ابقى فيا داك الشيء كامل ابقى فينا قالت لي بنتي غادي نسامح هذا الانسان انا غادي نسامحه ما كان حتى شي مشكل لانه مع ذوك الوليدات ملي شفناهم ساكن كيبكيو والمراه كتبكي وغادي يمشي هكاك عباد الله غادي الوليدات غيطلعوا ايتامه بحال ايتامه انسان الله ضربوه بعام ولا خمس سنين راه صافي الوليدات غيتشردوا شكون غادي يجيب لهم تا مسكين تا قرعه ديال الماء شكون غادي يجيبها لهم يبغي يعرف طاط النعناع ما كاينش اللي غيجيبها لهم يعرف هذا الزمان كيدير لا ما عمره ما تحرش بها بان هي جات دخلت القسم ديالها وطلبت منها الاستاذه ديالها قالت لها بنتي غتمشي تجيبي لنا الورقه ديال الغياب مشات لقات وقاعد هو تمايا وكاينه واحد الاستاذه متدربه قالت لها بغيت الورقه ديال الغياب قالت لها سيري خذيها من هي راه فينا هي وقيد الاسم ديالك هذيك الاستاذه خرجت بقى هو نط شدها من يديها وبدا كيتملس فيها وبدا داك الشيء وهي دارت الجهد ديالها وداك الشيء وخرجت بحالاتها تجري هربت خاوية فارغة مكتب ماشي قاعة مكتب مشات تجيب منه قلت لك الورقة ديال الغياب صيفطتها الأستاذة ديالها كنعاود لك من الأستاذة اللي صيفطتها تجيب الورقة ديال الغياب مشات للمكتب في كاين الورقة الغياب وكان هو مريح تما هو كان مريح تما ايوا ملي استغل هذيك الفرصة الحمد لله ما توشات بعد ما اغتصبها ما والو الحمد لله هذا فضل الله بعد ملي لقات البنيه بعد بنت ما كاين حتى شي مشكل لا ما كيقريهاش ما كيقر وما نقدش نكتب عليك واش كيقريها ولا ما كيقريهاش ما نقدش باش انا ما عندي واش كيقريها هو ولا ما كيقريهاش هو اما هو اللي لقاته في البيرو هو اللي دار لي هذه المسائل واعترف عند الشرطه واعترف عند الشرطه القضائيه قال لي من اعطى الله السوق هو هذا انا فيا فيس ايوا الانسان اللي كيعترف وجاو خواتاتو مساكن كيبكيو ومراته ووليداتو الانسان واخا هكاك جات شويه باش نسمحوا ليه ولكن الظروف ديال الوليدات لان الله سبحانه وتعالى فوق منا خلي الوليدات يعيشوا مع باهم والله غادي يخلصوا. اليوم جيت بغيت نتكلم على الطالبه اللي لاحظنا في الفيسبوك انه تعدى عليها واحد الاستاذ في المعهد التكنولوجيا التطبيقيه باسفي. حقيقة بعض الناس كذبت هذا الخبر ولكن هو خبر صحيح
وما تيوقعش غير في المعهد التكنولوجيا باسفي، يعني تيوقع في الشارع، تيوقع في جميع المدارس هذه المحاولة الاغتصاب او الاغتصاب بالضبط. بغيت نقول بان الناس اللي كذبت هذا الخبر حقيقه، ان الشابه تصابت بواحد الهستيريا من بعد انه حاول الاستاذ ديالها انه غادي يغتصبها وداك الشيء، يعني خرجت وجات عند الام ديالها، داروا شكايه مستعجله للسيد وكيل جلاله الملك، عطى التعليمات ديالو في الحين، تقبض على الاستاذ، كان تحت الحراسه النظريه، اعترف بانه راه داكشي اللي قالت راه هو اللي كاين، من بعد وكانه غير حاول ان يغتصبها، جاو العائله ديالو، جاو الابناء، هاد الناس العائله ديال البنت شافت في هذوك الاطفال انهم غادي يضيعوا، غادي يكونوا يسببوا لهم، غادي يسببوا واحد الشتات لهذيك الاسره ولهذاك الاستاذ، وان كانه يعني كنقولوا غلط من راسه حتى رجليه، وحاولنا اننا حاولوا ان العائله ديالها انهم في اخر لحظه انهم يديروا ليه تنازل ويخرج، رغم ان هذا الشيء ما غاديش يداوي لهذيك البنت هذا الخطا اللي دار لها في النفسيه ديالها، ربما تقدر تعالج عند طبيب نفساني، ربما يعني سبب لها واحد غنقولوا غادي يخليها انها تنعدم الثقه لا في الاستاذ ولا في الاقرب الناس من العائله ديالها، يعني غادي تشوف هي ديك النظره اللي شافت في الاستاذ اللي هو كنقولوا رجل تعليم، رجل هو الاب الثاني، وحاول انه يحاول يغتصبها، فانها غادي تفقد الثقه في بزاف ديال الناس وغادي تطالب بواحد العلاج. لكن من بعد هاد الشيء انه داروا لي تنازل وقد قدموا له الناس التنازل، الناس متسامحين، وكنتمنى ان كل استاذ وكل تلميذه، انا كنهضر حتى على التلميذات، لان كاين تحت بعض التلميذات ان ملي كتدخل المدرسه ما كتحترمش راسها كتلميذه، وتشوف لا في الاستاذ كاب انها من ناحيه اللباس، من ناحيه المكياج، من ناحيه يعني علاش؟ لان المؤسسه هي بدورها ما كتقومش بهذ المسائل، هذا انها تمتنع بعض اللباس اللي هو ماشي هو داك اللي ماشي ديال التعليم، وبعض المكياج ماشي ديال التعليم، ما خصوش يكون داخل المؤسسه، ويعني يجب علينا نقولوا احترم تحترم. وكنتمنى نقول لهاد العائلة أن ماذا بكم أنكم درتوا بوجه هذوك الأطفال والعائلة ديالو، وأنكم ما خربتوش لي الحياة هو ديالو، يعني كنشكرهم، وكنشكر الناس اللي ديال الأمن الوطني ولا الناس ديال المحكمة لأنها عطات التعليمات وما أهملتش هذه القضية، وتنقول كنقول يا ريت يا ريت يا ريت نحدوا من هذه المسائل هذه ديال الاغتصاب، وكنتمنى أن كل وحدة ولا كل طفل او كل طفله او كل شاب او كل شابه تعرضت لهذه المساله هذه فتجري في الحين للقضاء، فالقضاء ان شاء الله ينصفها. الحاله النفسيه من اول الاستماع للبنت كانت يعني حاله يعني هستيريه، كانت البنت في حاله هستيريه اللي كتهرس اي حاجه وما كتقبلش حتى وما رجعتش للوضع العادي تاعها، لان هذا الشيء اللي وقع لها يعني فايت التصور تاعها والحاجه اللي ما يمكنش تستحملها، ولا بد لازمها مواكبه، يعني مواكبه دوريه بالنسبه لهذه الحاله اللي عندها، حيث اذا ما كانتش المواكبه ما غاديش تعالج البنت، وحنا رغم هذا الشيء اللي وقع دابا دخلوا اصحاب النيات الحسنه والايادي البيضاء وحاولوا بان الجهه اللي المتضرره اللي هي البنت والام تاعها باش يتنازلوا عن الموضوع.